صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياة FM. سلامتكم مستمعينا، تحية طيبة لكم وين ما يوصلكم صوتنا على 93 ولا برانشي معانا على السيت متاعنا الحياة.fm. صحتك تاج راسك ليميسيون يجيكم كيف ما العادة في نفس التوقيت، برنامج صحي متخصص في التوعية الصحية. قطاع الصحة هو أبرز القطاعات الهامة في مجتمعنا، نحاول نسلطوا الضوء أكيد على القضايا الصحية الرهنة. هدفنا في راديو الحياة كما تعرفوا أنه يكون مجتمع خالي من الأمراض، وخاصة كل ما يهم المجال الصحي، وأنه مواطن كيف ما يسمعنا يولي يكون عنده دراية باللي صاير عليه. تقديم معلومة صحيحة وتكون طبية هو من أولى الأهداف متاعنا. أهل الاختصاص في جل المجالات الطبية يكونوا حاضرين ومتواجدين معنا. واليوم في صحتك تاج راسك ليميسيون اخترنا نحكي لكم على الطب الرياضي. هي إيميسيون باش تكون سبيسيال سبور، اخترنا كوننا نحكي لكم على الطب الرياضي. مفهوم الطب الرياضي شنو باش نعرفه لكم اليوم أكيد، التاريخ متاع الطب الرياضي شنو هو الأهداف متاعه، كيفاش تطور مجالات الطب الرياضي بصفة عامة شنو هي، وبرشا حاجات اخرى شويه اخر نطرقوا الموضوع اكيد من نجم نحكيو ونجاوب على التساؤلات هذه كان ما يكون حاضر معنا اهل الاختصاص. هذيك علاش حاضره معايا ضيفتي دكتور ألفة عبين العاملي، طبيبه مختصه في الطب الرياضي بالمركز الجهوي للطب وعلوم الرياضه بالقيروان. مرحبا بك دكتور ألفة. مرحبا بك مريم. دونك دكتور ألفة كيما كنت عرفت تقبيله بشويه باش نحكيو على الطب الرياضي، شنو هو، شنو الاهداف نتاعو، شنو هو بالضبط، تخصص جديد والا قديم؟ اكيد يتسائلوا الناس هل انه هو تخصص كاتب رياضي والا لا. ماذا بينا انت كدكتوره وكمختصه في المجال هذا تعرف لنا شنو هو الطب الرياضي؟ مريم، هو بالنسبه للتخصص الطب الرياضي فيت هي سيتيون سبيسياليتي، معناها بعد الطبيب العام يتكون، معناها هو تكوين في الطب الرياضي. ينجم يتكون فيه الطبيب العام كما ينجم يتكون فيه الأورتوبيديست معناتها طب العظام، كما ينجم يتكون فيه اي طبيب روماتولوج، اي طبيب يتخصص في الطب الرياضي، خاطر الرياضه عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها. دونك معناتها هذيا بالنسبه احنا في تونس ماهوش معناها تخصص، معناها نعملوه ماستر ماهوش سبيسياليتي. ماهوش سبيسياليتي كيما مثلا باغ اكزومبل نقولوا مش كيما نورو فوالا ولا نورو، نعملوا دو زون دو ماستر بعد الدكتوراه وميديسين. داكوغ، خلينا نتعمقوا اكثر احنا ونبداو في صلب الموضوع نتاعنا، الطب الرياضي كيفاش بدا هذا الطب الرياضي، شنو النشأة نتاعو، المفهوم نتاعو العام، باش نبسطوا لي زوديتور اللي يسمعوا فينا شنو هو الطب الرياضي بصفة عامة. هو الطب الرياضي هو اختصاص قديم اون فيت، ماهوش جديد. ديجا بدا من لي جوز اولمبيك في نتاع اتين، ديجا من 1896 قديم برشا. في 1920 تاسست اول جمعيه طبيه رياضيه دوليه، المهمه نتاعها كانت الرعايه الطبيه للرياضيين، وسورتو علاج الاصابات الرياضيه وقت المنافسات الرياضيه الدوليه. ومن بعد مع تطور الرياضات والمنافسات الرياضيه ولا الطب الرياضي زاد تطور، ولا عنده مفهوم اشمل، اصبح يهتم بكل النواحي الصحيه للرياضي المتعلقه بالرياضي، من وقايه، علاج، تأهيل بعد الإصابات الرياضية والرجوع للياقة البدنية متاع الرياضي، العناية بالتغذية متاع الرياضي، بالصحة النفسية، مكافحة تعاطي المنشطات. دونك ولا عنده مفهوم أشمل يشمل زيادة التثقيف الصحي للرياضي اللي هو مهم برشا برشا، وينشر الوعي الصحي في الرياضة معناتها عند الرياضي وعند المحيطين بالرياضي الكل، معناتها الوسط الرياضي بصفة عام. دونك احنا لهنا كي نحكيو دكتور ألفة نحكيو على الرياضي المحترف. الرياضي المحترف هو اللي نحكيو عليه على الطب الرياضي، شنو هو اللي لازم يعمل، شنو اللي ما لازمش يعمل، معناها شكون هما الطب الرياضي بصفه خاصه. فهل انه فما ستاف كامل يكون موجود باش يتلهي بالرياضيين هذوما المحترفين، والا فما معناها انسامبل دكتور واحد هو اللي يتلهي بهم؟ جوستومون مريم، معناها ونينا نحكيو توا سورتو معناتها العوام التنانين على صناعه الابطال. معناتها البطل اللي هو صغير يبدا فوالا نبداو، معناتها ما يكفيش كونه يكون معناها عنده موهبه، بيان سور فما ديتيكسيون تاع الموهبه هذيك، ما يكفيش كونه فما موهبه باش يوصل للريزولتا اللي حشنا بيها، باش يوصل للي ميداي للي تيتر اللي حشنا بيهم. فوالا
فما ما يكفيش كونه فما اونترينمون، فما فريق كامل وراء الفريق الناجح هذاك والا وراء البطل هذاك. الفريق هذا متكون من فنيين، ستاف تكنيك، من ستاف ميديكال اللي فيه الاطباء برشا انواع، معناتها برشا مختلف اختصاصاتهم، اخصائيين علاج طبيعي، المدلكين، اخصائيين نفسيين، اخصائي التغذيه، اخصائيين في علوم الرياضه. الستاف هذا الكل وراء الميداي هذيك وراء النجاح نتاع الهواس الرياضي. النجاح هو بالالقاب، يحب يحقق الالقاب والا الميداليات. راهو هذيك معناها نقولوا لليزوديتور نتاعنا، راهو مش عمل سهل، فما معناها فما جنود خفاء، فوالا. والدور نتاعهم هي المتابعه العلمية الدقيقة للرياضيين وتحسين الأداء نتاعهم، معناتها باش ياخذوا الميداي هذيك ولا تخلي واتاندر لو اوبجيكتيف. داكور، أكيد هما فما هياكل خاصة بالشيء هذا في الطب الرياضي في تونس. يا لندرا باش يمشي فما هياكل تبع الدولة، هياكل تبع الدولة وإلا فما هياكل خاص. كان فما هياكل تبع الدولة أكيد معناها ماذا بينا كان تعرفهم. أنا عندي فكرة صغيرة، البدايات كانت بأربع مراكز فقط في تونس. وبعد التطور ماذا بيا كان تحكي لنا على الهياكل الموجودة في تونس واللي نجموا بيان سور، خلينا نقولوا زيد الانتيغراسيون تكون بروفيسيونيل نوعا ما، باش الرياضي هذا يمشي يكون معناها منضوي تحت جمعية وإلا منضوي تحت فريق معين، باش هو تصير له الانتيغراسيون في الهياكل هذا. بالنسبة في تونس احنا بالنسبة للطب الرياضي في تونس اللي يعتنيوا به هو هما معناتها المؤسسات، هي المؤسسات اللي يعتنيوا بهم مراكز الطب الرياضي في تونس اللي موجودين معناتها تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. احنا فما من الاول البدايات فما وحدة، كانت فما وحدة الطب الرياضي عام 1965، ومن بعد تطورت هذيك شويه ولا عام 1970 فما مركز وطني للطب الرياضي، ومن بعد في 2003 تم هيكله المركز هذا ولا وفما معناتها توضع ستاتو ولا يتسمى مركز الوطني للطب وعلوم الرياضه. وبعد المركز هذاك المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه في تونس فما تم انشاء ثمانيه مراكز جهويه، من الاول اربعه ومن بعد ولاو ثمانيه. دونك عندنا مراكز جهويه اللي هما موجودين سوسه، مستير، صفاقس، قفصه، صفاقس وقفصه ومستير والكيف وقروان وقابس ونابل. بالنسبه للمركز الجهوي للطب وعلوم الرياضه في قروان من عام 2006، تاسس عام 2006. وسورتو المراكز هذوما معناتها الاوبجيكتيف نتاعهم هو تامين المتابعه الطبيه للرياضيين وخاصه رياضيين النخبه منهم. رياضيين النخبه، رياضيين النخبه والا رياضيين كما قلت انت اللي ينضوي تحت جمعيات. الرياضات الخاص، الرياضات الجماعيه والرياضات الفرديه، رياضات الكل معناها الجماعيه والفرديه اللي بتبيعها تابعين الجمعيات الرياضيه ورياضيين النخبه منهم. دونك العمل نتاعنا هو علاجي وقائي واستباقي. جوستومون قبل كنا نحكي حتى اللي يسمع يقول لك طب رياضي اللي هو باش يقوم بكال عنده اللي عنده اصابات بمداويات اللي عندهم اصابات، يمشي مفهوم للمواطن كي يسمع والا اي رياضي حتى كي يسمع يقول لك طب رياضي راهو اصابات وكها. دونك توا لينا نحكي مفهوم طب الرياضي وشنو هو المهام نتاعو اللي هو وقائي علاجي واستباقي ساعه قبل معناها التحضيرات اللي تصير قبل ما تبدا اي كومبيتيشن ولا بطوله ولا اي حاجه هو قادم عليها. جوستومون معناتها البارتي نتاع العلاج معناها تو كان نتاع 30%، اهم حاجه هي الوقايه والاستباقه. هو قلت الوقايه خير من العلاج. دونك يبداو معناها التحذيرات. خلينا نحكيو على المهام نتاع الطبيب الرياضي، شنو هو المهام نتاعو معناها وكل كيفاش تكون المهام نتاعو باش نوصل للريزلتا احنا اللي نحبوا عليها. شنو هو المهام نتاعو باش يقوم، شنو لازم الرياضي يعمل قبل ما يبدا في الحاجات هذوما الكل. جوستومون احنا نحكيو على الطبيب الرياضي معناتها اول حاجه هي الوقايه. شنو نحبوا الرياضي هذا يمارس الرياضه اللي يحب عليها، اما او ميم طون وهو يحافظ على معناتها على يحافظ على سلامته على صحته. ما نحبوش الرياضه معناتها تكون مضره للصحه. اول حاجه اول ايتاب هي لا فيزيت ميديكال دو نون كونت انديكاسيون لا براتيك دو سبور، معناتها الفحص الطبي للقدره على ممارسه الرياضه. هذه احنا نحكيو اي فوالا
احنا نحكيو على انسان باش يكون باش يمارس الرياضه بصفه منتظمه وعلى طويل باش يشارك في دي كومبيتيسيون. دونك يلزم احنا نتاكدوا من سلامته اول حاجه. والفيزيت هذيا هي ما كانتش اوبليغاتوار من الاول، ومن بعد بعد موت الهادي برخيص الله يرحمه الناس كلنا عرفوها الكلمه نتاعو، وليت الفيزيت هذيا وليت اوبليغاتوار لكل اللاعبين المحترفين، وهي اوبليغاتوار راهي الكل اللي ينضوي تحت اللي عنده ليسانس اللي ينضوي اي حد عنده اجازه اللي عنده اجازه في جمعيه كسوا سبور انديفيديوال والا كوليكتيف راهو اوبليغاتوار عليه باش يعمل فيزيت ميديكال هذي. وصحيح احنا نشوفوا اللي فما دي فيزيت ميديكال يصيروا معناها دو كومبليزونس اللي هما الحقيقه معناتها نهيو عليهم. اش معناها؟ معناتها يجيكم جايبين شهاده طبيه حاضره. اي فوالا كيما معناها مثلا اللي كان يعرسوا نقولوا احنا يمشيوا. ايوه هذيك قاعده تصير مالوغوزمون قاعده تصير، مي راهي خطيره برشا على خاطر ساعات راهي الفحص الطبي هذايا مهم جدا على خاطر هو يقوم بالديتكسيون نتاع معناتها بتاكد من غياب اي كونتر انديكاسيون معناتها سلامه الرياضي كونه ينجم يمارس الرياضه. هل انه قادر باش يمارس الرياضه والا لا؟ دونك معناتها فما تشوهات خلقيه ساعات نلقاهم في القلب، فما امراض ينجم الرياضي معناتها يمارس رياضته مي معناتها افيك اون كوفرتور ميديكال. كيما مثلا واحد من عشنا فما رياضيين حتى من نخبه، فما رياضيين حتى دو نيفو اللي يكون عنده السكر، السكر ماهيش كونتر انديكاسيون راهي. اما تبقى لنا فما احاطه لازمه، فما احاطه سبيسيفيك يكون عندهم علم بالمالادي والمرض اللي هو عنده باش يكون ماخذين كيكا احتياطاتهم اللازمه حتى لا قدر الله صارت له حاجه سوغ تيغان يكونوا عارفين. مثلا كيما ذكرنا مريض السكر يتنجم يصير له هبوط حاد في مستوى السكر، يبداو ديجا عندهم المعلومه اللي هو كيما اللي عنده الرب وكما فما حاجات اللي هم مش دي كونتاديكسيون اما يلزمهم احاطه معينه. والفحص السريري هذا يكون معناتها نعملوه لكامل اعضاء الجسم ويكون فيه معناتها نعملوا تخطيط القلب ونعملوا ليكو كاردياك والتخطيط القلب عند المجهود، وهذا بمعيه طبيب القلب اللي مختص زاده في الطب الرياضي خاطر راهو فما بالنسبه للرياضي فما معناتها فما دي موديفيكاسيون يكونوا في القلب موجودين في القلب اللي هما ساعات كي راهم طبيب قلب معناتها عادي يكون مش مختص في الطب الرياضي يقول لي هذا عنده مرض ولا حاجه فما تشابه. دونك ما ينجمش يشخص الحاله، يلزم يكون طبيب القلب زاده فما معناها اختصاص راهو معناها ديجا خلينا نقولوا معناها شنو انتم تعملوا بالضبط في المركز الوطني والمراكز الجهويه هذم يكونوا ديجا فما اطباء نتاع اختصاص في كل حاجه اللي هما باش يديتكتيو باش يعرفوا شنو هو المرض بالضبط لكل واحد عنده والا هل هو قادر على ممارسه التمارين الرياضيه والا هي معناتها هي دي موديفيكاسيون اللي هي هما لي او سبور والا دي موديفيكاسيون اللي هي اون مالادي معناتها التشوهات هذوما الموجودين ساعات تلقاو القلب بالنسبه للسبور كيف يكون في تضخم ساعات هو معناها يفون لا ديفيرونس ما بين يكون عادي معناتها هذا سي دي او سبور والا سي دي من مرض. نقوموا زادا بتحليل بيولوجيه تحاليل بيولوجيه كيما اي معناتها اي انسان هو انسان سبورتيف يكون عنده دي مالادي ينجم يكون عنده دي مالادي دونك احنا اون دي ديتكت زيدا فما احنا كيما قلنا على الدوري نتاعكم انتم في وسط المركز اكيد معناها الطبيب الرياضي عنده دور اخر اما احنا خلينا نكملوا نحكيوا على شنو معناها مازالوا لي بروسيدور الاخرين اللي يعملوهم خاطر كيما تعرف الناس اللي ما يعرفوش كيما قلنا احنا معناها فما جنود خفاء ورا نجاح اي رياضي ولا شنو لازموا يعملوا ولا شنو ما لازموش يعملوا فما حاجات تفرق هكا اللي بتديتاي وكل شيء فما حاجات خلينا اكيد انتم تعملوهم كي نكملوا نحكيوا فيها. نشوفوا زيدا في الفحص هذا يكون نشوفوا مدى توازن الجسم في الجسم نتاع الرياضي هذاك نعملوا بيلون بوستورال كومبلي فما دي دونتيست زيد نشوفوا نعملوا معناتها على السنين على السنين طبيب اسنان اللي مختص في الرياضه زيد كيف يكون معناها زيد مختص يكون مختص زيد خاطر فما دي حاجات سبيسيفيك لي او سبور فما معناتها ديجا فما معناها تسوس في الاسنان والحاجه لازم ديما لي تريت وكل وفما حاجات مثلا تقويم مثلا
الأسنان وكل اللي يعاونوا زادة في تحسين الأداء الرياضي. نقوموا زادة بمعنتها لي ميزور أنتروبوميتريك، الطول والوزن وكل، ونقيسوا كتل الجسم، كتلة الماء، كتلة الشحوم، كتلة العضلات. نقوموا بدي زونكيت اليمونتير، معناها نشوفوا شنو ياكل شنو ياكل، ونصلحوا، نعملوا نصائح غذائيه، معناتها نعملوا له بيلان كامل ونصلحوا، معناتها نعملوا هذوما زاد هما ريجيم اليمونتير يكونوا هما اخصائيين تغذيه اللي مختصين في الرياضه زاد كيف كيف. دونك اللي لاحظناه اللي اللجنه كامله معناها المتكونه هذه الكل تكون مختصه في طب الرياضه. دونك اكيد احنا مازلنا مواصلين المشوار شويه اخر في البرنامج نتاعنا صحتك تاج راسك ليميسيون سبور، ومازلنا باش نحكيو اكثر على الطب الرياضي شنو المهام نتاعو. حكينا على المهام نتاعو في بالضبط في المركز الوطني والمراكز الجهويه، زاد مواصلين في الحديث، ومازلنا شويه اخر باش نحكيو على دوره الطب الرياضي في الملعب دكتور الفا. خليكم مواصلين المشوار معنا، مازلنا مواصلين معكم مشوار من توا حتى لبعد. صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياه اف ام. رجعنا معكم من جديد في صحتك تجراسك لميسيون سبيسيال سبور. اليوم نحكيو على الطب الرياضي، كنا عرفناه لكم، كنا حين على برشا حاجات في خصوص الطب الرياضي، نشأ متاعه وكيفاش وصلنا للطب الرياضي، المراكز والهيكل في تونس متاع الطب الرياضي. القيروان عندها مركز من 2006. شنو مهام الطبيب الرياضي كيما حكينا دكتور ألفن عاد رحب بك من جديد، كيما حكينا بكري مهام الطب الرياضي، فما عديد من الإجراءات اللي يتعدى بها الرياضي قبل ما يوصل ياخذ نورمالمون الفاليداسيون اللي هو ينجم يمارس النشاط الرياضي هذيك وإلا لي. أحكينا قلنا على قياس الوزن، قياس الطول، قياس الكتل في الجسم متاع الميل، الجغيس، الميسكل، هذا الكل معناها كان واصلوا في الحديث على الموضوع هذا. جستمان نحكي وقلنا اللي فما أخصائيين معناتها تاع تغذية مختصين في الرياضة، هما اللي تبعوا السبورتيف، ونعرفوا اللي فما دي سبور كاتيجوري دو بوا اللي يلعب في ميزان معين، دونك ديما لازم سويفي دو بري، لازم معناتها ديما عنده بورسنتاج نتاع غريس، لازم بوا ما يطيحش عليه وما يطلعش عليه، دونك هذا كله يتم الاحاطه به من اخصائي التغذيه هذي. فما زاد نعملوا فما دي بسيكولوج دو سبور اللي هما مختصين في ليفالواسيون بسيكولوجيك، نعرفوا اللي معناتها البريباراسيون مونتال مهمه جدا عند سبورتيف، اذا كان نحكيو سورتو في سبورتيف ديليت، معناتها السبورتيف هو يقوم بتدريب، معناتها تدريب انتنس، ستريس كبير، معناتها يلزمو تحضير نفسي وتحسين الاداء نتاعو والبور جيستيون دو ستريس هذايا، وبور معناتها لاميليوراسيون تاع البيرفورمانس تاعو قبل ما يدخل في الكومبيتيسيون. بعد الفحص الطبي هذاك الاولاني نعملوا، معناتها نقوموا ديما بفحوصات اللي يكون دوريه، ما احنا قيمنا من لون، دونك من بعد باش نشوفوا مدى معناتها انضباط معناتها الرياضي، نشوفوا معناتها فما مثلا اذا كان فما ديزاين هما يتصلحوا ولا، دونك تصير ديما دي فيزيت هكاك بصفه دوريه كل 3-6 شهور. كل 3-6 شهور الوقت نتاعهم. ما اعذر. والا ما فماش معناها ما فماش معين، احنا ديما نقولوا فما فيزيت ميديكال معناتها الاولانيه، معناتها على اول سيزون قبل هذيك اوبليغاسيون، ومن بعد selon l'anomalie اللي عندنا، selon l'échéance اللي عنده مثلا كومبيتيسيون حضر فيها، لازمنا نعاودو نفقدو، معناها عدينا من فاز لفاز، لازمنا فما انومالي فما مشكلة لازم نتبعو، دونك فما مراقبة مستمرة بيرسوناليزي، معناتها كل واحد فوالا كل واحد شنو المشكلة اللي عنده. اللي فما معناها هذيك الفيزيت الأولانية تكون باغ اوبليغاسيون مفروض عليهم، اللي سورتو اللي عندهم الإجازة لازمهم يعملوا الزيارة هذيك، الفيزيت مش الفيزيت، تيست ميديكال هما يسميوه، فيزيت ميديكال هي اللغة الدارجة عنها اللي تست. هو فحص فحص طبي، دونك هذيك لازم يعملوه، سينو بعد تولي بيريوديكمون سولون الشخص هذيك والرياضي هذيك شنو المشكل اللي عنده، معناها تولي يتم الفحص نتاعها سولون هو شنو يستحق يولي. هذا كله معناتها في إطار الوقاية، هذا كله مازلنا نحكيو على الوقاية.
فما فحوصات اخرى زادت تقوم بها بالنسبه سورتو لي سبورتيف دو نيفو واللي سبورتيف ديليت اللي هما معناتها يكونوا في قسم اخر نتاع العلوم الرياضه نقيسوا الفي او 2 هما معناتها يتسمى اختبار قيس حجم الاكسجين عند المجهود هذا يفرق ما بين سبورتيف وسبورتيف نقيسوا البي ام اللي يدل على قدرة التحمل الرياضي على المجهود. لهنا نحكي دكتور ألفة معناها وقت اللي يبدأ الرياضي نقوله مثلا يمارس في كرة القدم وإلا كرة السلة وإلا زاد الرياضات الأخرى مثلا العدو اللي المسافة الطويلة الكل يكون معناها في نفس المستوى الكل احنا نقول ايه فوالا رياضي النخبة والرياضي ايه وكل واحد عنده لي ديتيرمينون تاعو كل واحد عنده لي زوبجيكتيف نتاعو هذوما القياسات هذو فما تحاليل مخبرية اللي هما سبيسيفيك اللي كيما مثلا نقيسوا الأسيد لاكتيك كيما نقيسوا فما معناتها حاجة سبيسيفيك اللي هذوما الكل معناتها نعملوهم فما زاد كشوفات غير سريريه دي تيست دو تيران يتسمى زاد سبيسيفيك كل نوع نتاع سبور هذوما يصيروا هذوما نتبعوا بيهم ولا معناها من قبل لا سور تيران زاد كيف هذوما نتبعوا بيهم الاداء الرياضي معناها نشوفوا ليفالواسيون ومن بعد نقعدوا نعملوا معناتها فما دي زيكزارسيس وكل وعاودوا يعملوا ايفالواسيون زاد كيف بيريوديك دونك قداش ياخذ مثلا تيست ميديكال هذا الفيزيت ميديكال هذا قداش تاخذ وقت نقولوا مثلا نختاروا لاعب كره قدم قداش الفيزيت الكل تتطلب قبل ما هو يعمل الانتيغراسيون باش يبدا التمارين نتاعه مثلا والا مش يبدا في الموسم الجديد نتاع البطوله والا قداش ابري باغيستي معناها وقت من اللي قلنا معناها الاجراءات هذو الكل اللي لازم يعملهم ويشوفوا ونتبعوه المتابعه المستمره نتاعو قداش نجم تاخذ وقت باش يكون الفاليداسيون فينال القرار النهائي اللي هذا معناها الى اب بور فير لو احنا والديسپونيبيليتي هذاك نتاع السبورتيف ما فهميش معناها فوالا دونك زيدا كيما حكينا اللي هو معناها قلنا احنا في المركز هذه يصير في المركز الوطني والمراكز الجهويه التحضير ما قبل اتيتخ وقائي زيدا معناها فما اكيد فما دور مهم يقوم به الطبيب الرياضي على الميدان فما دور اخر معناها وقت اللي يبدا في اون بلان اكت نتاع الرياضه نتاعو اكيد فما دور اخر يقوم به خاطي هذيك بعد ما صارت الموافقه النهائيه هو سي بون باش يبدا باش يمارس التمارين نتاعو ومش يدخل اون كومبيتيسيون اكيد فما دور اخر مهم جدا يقوم به الطبيب الرياضي وفين احنا زيد نعرفوا الهوس نتاع الناس اللي تحب تتحصل على التيتخ وساعات تقول لك هذيك اللي شنو اللي يخلينا نقولوا الفريق هذيك يفرق على الفريق هذيك شنو اللي يخلينا فما زيد فرق ما عندهمش اطباء اللي نعرفوا انا سور تيغام مش عندهم طبيب باش يتلهي بهم تلقى يا اما معد بدني وحده اما طبيب جينيرالمون مش الناس الكل عنده مش الفرق الكل متمكنه باش تجيب طبيب شنو هو اللي يخلي شيء هذا يصير صحيح فما بالنسبه فما فرق معناها برشا فرق هما راهو معناتها لي فيديراسيون ايز اوبليج باش يكون فما كوفرتور ميديكال معناها فما طبيب والا على الاقل اخصائي علاجي طبيعي على سور تيران مين بقينا فما برشا جمعيات اللي ما عندهمش امور ماديه امور والا فما العبيد اللي ما تقول لك معناها ديما يراوها الطب الرياضي هكا راهو جوست دي بليسور تضرب تو نهزو للطبيب شنو العجله معناها ما فماش عجله معناتها هكا تو نهزو بعد للطبيب مش مشكله هما ما يعرفوش المخلفات نتاع الاصابه هذيك اللي تنجم تخليه ممنوع من ممارسه الرياضه وحنا جوست ما احنا نشوفوا معناتها الفرق الناجحه والا الرياضيين الناشئين راهم ستاف كامل معناتها ديجا وتلقاها وكيما قلت انت الميدسان دو سبور راهو سي تان ميدسان معناتها نوم دو تيران قبل كل شيء معناتها يصير المتابعه نتاع الرياضيين معناتها عن قرب خلال فتره التدريب في وسط لونترينمون باش يشوف زاده معناتها يشوف مدى تحمله على الاجهاد وقت التمرين هذاك خاطر سي تان فوالا سي تان معناتها فاكتور معناها سي تان تيموان معناها مهم برشا عامل اساسي ومهم برشا مهم برشا وزاده كي فما اصابات سور تيران يقوم التحمل بها معناتها سور تيران خاطر ديجا احنا معناتها بريزون شارج بريكوز في التيران راهي مهمه برشا
اذا كان معناتها اصابه رياضيه نعملوا الاسعافات الاوليه في التيرا راهو من بعد تسهل استعاده اللياقه نتاعو. مش مثلا تضرب يقعد 3 أو 4 أيام يتخن باله ومن بعد يجيك هذاك نديمك او ساقه منفوخه ديجا صارت الموضوع فايت ديجا فما اسعافات اوليه تقوم بها الطبيب والا الاخصائي العلاج الطبيعي في السور تيران اللي هما مهمين يقصروا في فتره العلاج ويسرعوا في الرجوع للياقه معناتها المعتاده. والاصابه الرياضيه نعرفوها راهي معناتها تقلق برشا الرياضي ما يحبهاش معناتها يخاف منها وما يحبهاش خاطر الرجوع بعد اي فوالا هو المشكله في الرجوع وابار هذيك الطبيب الرياضي زاد يعتني بالنظام الغذائي للرياضيين كسوا مثلا ناخذوا في لي سبور انديفيديوال كي دفا مادي سونتر ديالي كيما احنا لهنا عندنا في قروان سونتر داتليتيزم سونتر ديال داتليتيزم احنا نحطوا لهم برنامج غذائي نتاعهم ونتبعوا والا مثلا خارجين في ستاج نعطيهم معناتها البروغرام نتاعهم شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش وكل. والطبيب زيد هو عنصر وكيما قلنا عنصر مهم في الجنود الخفاء بارمي الجنود الخفاء هذو هو اللي يعمل التنسيق معناتها ينسق بين كيف الفريق الفني والمدرب مع البريباراتور فيزيك اذا كان فما بليسور هو راهو معناتها مع البريباراسيون مونتال مع الاخصائي العلاج الطبيعي دونك ينسقوا الكل مع بعضهم سلامة الرياضي والتحسين اداء ديجا هي تعتبر كلجنه معناها باش باش تلهي بالرياضي وهذا الكل اكيد في مصلحه الرياضيين ككل. الحاجات هذوما كانت معناها هو ممكن كان علاجي اصبح وقائي استباقي باش المضاعفات والمخلفات هذه الكل ما تصيرش وكو صارت اصابه ولا حاجه. انا جوست حبيت نسال اسكو هي جوست مراقبه والا محاسبه بعد تولي دونك انت كتراقب الرياضي باغ اكزومبل قلنا باش نعطيو ان ريجيم اليمونتيغ نعطيو الريجيم اليمونتيغ هذاك اسكو باش يمشي عليه ولا لا فما عقوبات هي توصلت من الفرق والا معناها باغ اكزومبل الهيكل كامل هو اللي يقوم باقصاء الرياضي هذاك يقول سي ما عادش ابت هذاك باش يمارس الرياضه هذيك ولا لا. والله فما فرق هون محل كي سون ديسيبليني الحقيقه هي بيا وحايد اما يخليك ما يصيرش ساعات عقوبه صغيره راهو ساعات في ديزيكيب سبورتيف ساعات فما ديز اكسبيريونس صارت اللي البريم على ماسغراس ماسغراس طلعت البريم ما فماش دونك تولي المحاسبه سلون سلون هذاك تحفيزي هما يعملوا لهم شيء هذيك وكل دونك هذا هو اللي حكينا احنا معناها اون جينيرال اليوم حبينا نحكيوا على الميديسين دو سبور شنو هو حبينا نعرفوه للساده مستمعين نتاعنا باش ما ندخلوش في الكونفلي اش معناها طب رياضي اسمع خاطر هي ولات دايرجه يمشي في بالهم اللي هو جوست المعد بدني معناها وتقف غازي كلمه الطبيب الرياضي الوغ كو هو معناها ستاف كامل وراشا هذا فما جنود خفاء باش توصل تخرج رياضي ونعرفوا احنا لوبسيسيون الهوس نتاع اللي يحب يتحصل على تيتر وكل دونك معليه كان يقوم بهالي بروسيدور هذوما الكل باش يوصل لي يحقق المبتغى نتاعو ويحقق لوبجيكتيف والهدف اللي يحب هو يوصل له في الرياضه اللي يمارس فيها. دونك فوالا دكتور ألفة هكا احنا نكون وصلنا معاكم لاخر ليميسيون نتاعنا من صحتك تجراسك اليوم اخترناها سبور وكانت حاضره معانا دكتور ألفة عبين العاملي دونك حكينا على الطب الرياضي عرفناه. ميرسي بوكو لحضورك معانا دكتور ألفة نخلي الكلمه الختام ليك. ميرسي بون انا نستغل المنبر هذايا باش ندعو كيف المتدخلين في الـ في الـ في الميدان الرياضي في متابعه الروبريك هذايا صحتك تاج راسك سبيسيال سبور اللي الهدف الاساسي نتاعها هو التثقيف الصحي للرياضي والحفاظ على سلامته وزيد كيفاش اون اميليور البيرفورمانس نتاعو وباش تكون فما عندنا معناتها لقاءات اخرى ان شاء الله اكيد في مواضيع اخرى باش نطرحوهم في خصوص الرياضيين باش نتلهاو بالرياضيين اسمعونا وتابعونا. ميرسي بوكو ليك دكتور ألفة عبين. ميرسي بوكو ليكم الناس الكل اللي تابعتونا ايكيب كامل على ذمتكم امنت لكم صحتك تاج راسك ليميسيون سبيسيال سبور. عزيز الهليلي في الاخراج التقني للحصه محمد قدح في الديجيتال ومريم منصوري كوتي ميكرو تقول لكم بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا في لمان باباي. صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياه FM.